أحبابي، هنكمل مع بعض من صفحة 67. ما زلنا في الوسائط بتاعة الدرس الثاني. إيفيلين كارير إن سبيسياليست سبورتيف سبورت، تكون أخصائية رياضية. إغبوند أو كيستيون، تجيب على الأسئلة بتاعة مشجعينا أو مشاهدينا. تيه، بونجور، مو سي تيه، جي 17 ان، لدي 17 سنة، اي جو فودري سافوار كال سبورت جو بوري براتيك بور ديفلوبي ما فورس. ولك انا تيه لدي 17 سنة، اريد ان اعرف، تمام، كال سبورت، اي رياضة استطيع امارسها. بور ديفلوبي ما فرص لتطوير قدراتي او قوتي، لتطوير قوتي. ايفيلين جاوبت وقالت الوغ، اذا اون بو براتيكي، نستطيع. لا بلانش افوال، ليا لي ركوب الامواج. او لا ناتاسيون، او السباحة. اوريون، بونجور، جو مابيل اوريون، انا اسمي اوريون. جو نو سوي با تري سبورتيف، لست رياضية. مي لكن جو فودغي، اريد فير ان بو دي اكسرسيز، ممارسة التمارين. أود بالقيام بالقليل من التمارين. كومو كونسييفو، بماذا تنصحين؟ إيفيلين اللي هي الأخصائية جاوبت وقالت جو تو كونسي، أنصحك ليوجا، باليوجا. سي تري بون بور لا سو بليس، بقول لك جيدة للمرونة، جيدة جدا للمرونة. ماكسيم، بونجور، سي ماكسيم، إنه أنا ماكسيم، جيم بكوب لسبورت كي، أحب الرياضات التي ديموند دو لا كونسنتراسيون كوم لو غولف، أحب الرياضات التي تتطلب كونسنتراسيون، التركيز، كوم لو جولف، مثل الجولف. لو بروبليم، لكن بقى المشكلة، بروبليم، سيكو جابيت او سنترفيل، انا اسكن وسط المدينة، بعيد شوي. إيفيلين جاوبت ماكسيم، بو براتيكي، تستطيع ممارسة ان سبورت اون سال، تستطيع أن تمارس رياضة داخلية. كم لو تير لارك، القوس والسهم، أو الاسكريم، أو المبارزة. نحل الأسئلة الوثيقة. غيبوند أو كيستيون دو سبيكتاتير، يجيب على أسئلة مشجعي أو مشاهدينا. مين اللي هتجاوب على الأسئلة؟ جورناليست، صحفية، ولا إن سبيسياليست، أخصائية، ولا جوز لاعبة، ولا أربيتر، حكم؟ طبعا اللي بيجاوب على الأسئلة مين؟ سبيسياليست، أخصائية. ليوغا سي تري بون بوغ، إنها جيدة لي، جيدة جدا لي سوبلس، المرونة، ولا كونسنتراسيون، التركيز، ولا فورس، القوة، ولا مسكلي، لتنمية العضلات. طبعا اليوجا للمرونة. لا سبيسياليست كونسي اميكسيم دو براتيك، الأخصائية تنصح
مكسيم بممارسة لوتير ألارك رمي السهام رماي. On peut faire, نستطيع ممارسة دو بور ديفلوبي نوتخ فورس، نستطيع أن نمارس لتنمية قوتنا أو لتطوير قوتنا. القوة اليوغا ولا السباحة ولا دي جولف ولا الاسكريم دولا ناتاسيون السباحة. عندك سون آج يشير بيدل على عمره، من هنا اللي بيدل على عمره تيه اللي قال عنده 17 سنة. لو سبورت دو جولف دوموند رياضة الجولف تتطلب، طبعا تتطلب الايه كونسنتراسيون التركيز. بعد كده وثيقة خاصة بطلاب المعاهد الأزهرية. مارتين كيس كيتي فا فيغ بوندو لي فيكونس، مارتين بتسأل بتقول ماذا سوف تعمل أثناء الأجازة. فريدي قالت جو في جوي أو فوتبول، سوف ألعب كرة قدم. أون فا أفواغ أون أونترينمونت توت أو تو لي ماتان، أنا سوف أتدرب كل صباح. إيتوا وأنت مارتين قال كوم جو نيمبا لو سبورت، لا أحب كرياضة، أنا لا أحب الرياضات دي كيب الجماعية بتاعت الفريق. جو في فير دولا دولا مارش، أحب ممارسة الإيه المشي. بيه على الأقدام، على مونتاني في المرتفعات أو الجبال. فريدي قال جو ديتستي سا، أنا أكره هذا. لجروس شوسيغ لوساك أدو والأحذية والحقيبة، شيل الحقيبة على كتفه مارش بندول ويمشي خلال ساعات كالأورور، طبعا هي فظيع يعني. مارتن قال أم في الحقيقة موا جادور أعشق لسبورت كي بيرميت، الرياضات التي تسمح لنا دو رجاردي مشاهدة لو بايزاج، مشاهدة لو بايزاج المناظر دو بارلي افيك دي زامي والتحدث مع اصدقاء الاصدقاء. سي بوغ سيلا، انه لهذا. جيم بكوب، احب لو فولو ركوب الدراج. ايه لا مارش ابي، والمشي على الايه على القدم. فريدي اي مارتين بارل يتحدثون دور لير اكتيفيتي اون فوكونس، يتحدثون عن انشطتهم في الاجازه. طبعا اجابه صحيحه. فريدي فا سونترانير بشاك جور، فريدي سوف يتدرب كل يوم طبعا، وقال كل صباح معناه يبقى ايه بيتدرب كل يوم. فريدي ام لجو ديكيب، بيحب ان يلعب الالعاب الفريق، طبعا هو بيلعب كرة قدم لعبة جماعية. مارتين فا فير دي فيلو على مونتان، مارتين بقى بقول لك بيحب ممارسة ركوب الدراجة في الجبال. طبعا بيحب يمشي في المرتفعات، وبقى هنا اجابه فو. بور فير دو لا مارش ابيي مي نرتدي دي جروس شوسيغ، طبعا في غير. مارتين ام فير دي سبورت دون لا ناتير افيك دي زامي، مارتين يحب ممارسه الرياضات في الطبيعه مع الاصدقاء. اجابه في غير صحيح. وثيقة الثانوية عامة جات في امتحان 2019 الدور الأول. كارولين صالي لسبورتيف لسبورتيف، أهلا بالرياضيين والرياضيات.
Moi, j'adore le sport. أنا أعشق الرياضة. Je fais la gymnastique. أمارس اللي هي ألعاب القوى. De l'natation, السباحة. Et du tennis. والتنس. Si vous aimez et أنت تحب الرياضة, j'attends vos mails. أنتظر إيميلك. أو إيميلكم. بول صلي أهلا. Moi, je suis باسيوني دانفورماتيك. أنا هوايتي اللي هي البرمجة. لو سواغ سيخف في المساء. جو سيخف أبحث. سيغ لا نت على نت. أو جو فيديو أو ألعب ألعاب فيديو. جادوغ سأعشق هذا. مي جو نو سوي با دي تو سبورتيف. لكن أنا لا أكون إطلاقا رياضيا. سي تي إم إذا أنت بتحب الانفورماتيك يا البرمجة. نيزيت با لا تتردد. مون فوي إيميل. أن تراسلني أو ترسل لي إيميل. سوندرين ساليتو لوموند. أهلا بكل الناس أو بالجميع. جابت أسكن دون إن بتيت فيلاج في قرية صغيرة. مي إن يابا جروند شوز. لكن ليس لدي أشياء كبيرة آفير لعملها هنا أو لممارستها هنا. الويكند في الأجازة جوفي دو ليكيتاسيون. أمارس الفروسية. اي دي سيكليسم وركوب الدراجة. جوفي دي برومناد التنزه. أفك مونشيا مع كلبي. جيم لا كامبان. أحب الريف. ميجو شخش. لكن أبحث إن كوريسبوندونت عن مراسل أو مراسلة دون زامفل في المدينة. الأسئلة. سي جون هؤلاء الشباب اكغف يكتبون. سي ميساج رسائلهم لي. أنفتي إنفت دعوة الحفلة. والأورغانيزي إن برومنود للتنزه. ولا شخشي دي كورسبوندونت البحث عن مراسلين. والله اللي أكلب الذهاب إلى النادي. طبعا كله شخشي دي كورسبوندونت البحث عن مراسلين. لويكند سوندرين في الأجازة. سوندرين تلعب تنس ولا فير دولا ناتاسيون السباحة ولا سيخف تزلق سيغ لونيت. البحث على الانترنت. سيرف البحث على الانترنت ولا في دي فيلو ركوب الدراجة. طبعا سوندرين ركوب الدراجة. كارولين ام بوكو تحب كثيرا نسبورت الرياضة. لانفورماتيك ولا لا كامباني الريف ولا ليزاكتيفتي مونيل الانشطة اليدوية. طبعا كارولين بتحب ليه الرياضة عشان بتمارس العاب قوة وسباحة وتنس. كارولين إمفير تحب ممارسة دولا بلونش أفوال. ناتاسيون سباحة. سيكليسم ركوب الدراجة ولا كيتاسيون فروسية. طبعا بتحب ممارسة الايه السباحة ناتاسيون. سوندرين في سي برومناد تعمل نزهتها. أفك مع مين سونشيان كلبه. بول ديتيس يقرأ لو جو فيديو الانفورماتيك ولا لو سبورت ولا لو شا. طبعا بول بيكره الايه ليس رياضي يبقى لا يحب الرياضة هو. وبكده يكون خلصنا وثائق الدرس الثاني. ان شاء الله نلتقي في الفيديو القادم مع المواقف بإذن الله.